أصحابي السلام عليكم، كله تمام؟ أنا كويس جديد، يا دوب صحيت عشان كنت نوم، عشان كنت تعبان شوية. أنا في بيتي هسي، لكن بما الجو اليوم كويس جديد، ممكن حكوا جلاتي مع مراتي قريب. طبعا بعد ما أتكلم معكم. طيب اليوم حتكلم عن شنو؟ ممكن حتكلم عن العيديس في السودان، عشان العيديس واحد من أهم مناسبات في السودان، عشان بعيكيس الثقافة وكرام الناس السودانيين. مثلا في بداية العروس، لا، العريس، أهل العريس بيمشوا لأهل العروس عشان يهدموا شريطة وكمان قرش. قرش اسمه غوتاخير، صح؟ كمان برضو قبل يومين العريس العروس بتعزيم صاحبتها للهنة. مثلا بعملوا حنة مع بعض، برقصوا بينغوشو حنا، يدوم حنا في شنو؟ بيرغوسو وبينغوشو مع بعض. في نفس الوقت العريس بعمل نفس الشيء، لكن لمن بعمل هنا بعمل هنا بس في أطراف أطراف السبع ورجلي تي تي ورجلو، صح؟ وكمان صحابو بعملوا نفس الشيء، صح؟ طيب خلاص تمام هسي. شكرا جزيلا، وحتكلم معكم قريب إن شاء الله.